ودابا غادي نوجدوا الخيمه ديالنا هنايا. احنا دابا قدينا الخيمة ديالنا ودابا غادي خصنا ندخلو الحوايج ديالنا للداخل. دابا من بعد ما قدينا الخيمه ديالنا قدينا كل شيء غادي نمشيو نديرو واحد العومه نتبردو فيها. تبارك الله على السي رشيد اللي مكلف هو واحد الصبليوني هو اللي مكلف هذا الكامبين هذا. الناس محترمين صراحة، كيديروا بزاف ديال الاكتيفيات لي يمكن لك دير هنا معاهم، حتى غادي نشاركها معاكم. وهنا هابطين دابا الماء، ها هو البيسين اللي عندو. اوكي طيب الطواجن هنايا عندو كل شيء. ها هو البيسين اللي عندهم هنايا، البيسين طبيعي. دابا هنا الماء اول التقييم يا
الماء شوية بارد. يلا الماء بارد حقيقة وغارقا. احنا دابا سلمنا العمى ديالنا اللي الصراحة كانت العمى رائعة بزاف. تكلفتي فينا صايبو الكراسي وغارق بزاف الصراحة في العمى زوينة بزاف. دابا تدربنا حنا رجعنا للمنزل ديالنا الدار ديالنا خيمة. دابا الساعة تقريبا 6 وبغينا نمشيو نتساراو شوية في هاد المنطقة هادي نديرو واحد الطويلة صغيرة على هاد البلاصة هادي نكتشفوها شوية. هنايا مزرعة هيا هادي المطيشة ديال هيها سلسلة عند هنايا وين ذيس هاني هادا كيرس يا كيرس عند هاد الشجرة هادي معرفتش ديالي شحال تساوي هادي المزرعة ديالو con tu ser un poderoso.
المهم دابا راه الغروب ديال الشمس، وعندنا واحد الغروب الشمس هنايا رائع بزاف، والقمر راه في كيبان، عندنا المنظر رائع، وما كاين حتى واحد مخيم معانا، والهدوء. ها هي الخيمة ديالنا، عندنا المنظر ديالنا كله رائع بزاف. ودابا علقنا الهاموك هاد جوج ديال الشجرات، صراحة جات واعرة بزاف. وطلبنا من السي رشيد يدير لينا الطاجين ديال الدجاج، دابا راه وجدو لينا تبارك الله عليه. فعندو هنايا الصراحة منظم بزاف، إنسان مرحب وكيستقبل الناس اللي كيكونوا مأدبين، الناس اللي كيكونوا محترمين، الناس اللي كيكونوا كيقدروا هاد الطبيعة وكيقدروا هاد الجمال. وهو كيحافظ بزاف على الطبيعة، كيحافظ على النقاوة ديال البلاصة ديالو. المهم تبارك الله عليه السي رشيد، وكما قلت لكم اي واحد اللي بغى يجرب الكومبين وتكون التجربة ديالو زوينة مريحة وما يخاف من حتى حاجة، يجي عند السي رشيد. راه غادي نعطيكم كونتاكت ديالهم والبلاصة فين بالضبط الا كنتي باغي تجي، ولكن خصك ضروري تمشى على رجليك، وماشي ما فيهاش العيب انسان يتمشى على رجلو، ماشي ضروري انك ضروري تمشى بالطوموبيل، و انسان خصو يخرج شويه للطبيعه يتمشى مزيان للصحه ديالك. وواحد الحاجه اللي الصراحه ما توقعناهاش، اللي الصراحه ما نعرفوش تلقاوها في اي بلاصه، عطانا الخيط ديال الضو تال لاطونط ديالنا، وجبنا معنا داك الويفي المتنقل ديال اورانج، وخدم لينا هنايا الصراحه الريزو هنايا ديال انوي خدام مزيان، الريزو ديال اورانج خدام مزيان، اتصالات ما عرفتش ولكن خدام هنايا الريزو مزيان، عطانا هاد الخيط هذا. دابا راه خدامين بالويفي، خدم لينا الويفي، بقاو نشارجيو عاوتاني التليفونات ديالنا، الكاميرا رائع بزاف، عندو هنايا كلشي. ها هو كيعطينا الضو، و كنخدمو به الويفي ديالنا خدام هنايا مخير. دابا يلا نمشيو نتعشاو ناكلو الطاجين ديالنا. دابا صافي ولا كيظلم الحال، و السي رشيد جاب لينا الطاجين ديالنا. ها هو تبارك الله عليه، وغناكلو حدا هاد المنظر هذا رائع. يلا بالصحة والراحة هاني. Where is the tajin, honey? Honey, I need it all. التاجين مشى كيف العادة. ودابا غادي نقول لكم تصبحوا على خير، تلغدا إن شاء الله.